الهم تحسى البارح زاد اليوم اشهد الشتا وانا قلبي مضيوم وخياتي وين جيت انا من ساداتي العفو باللي جانا والعفو يا بابا واش الحق يزول القلوب كتابه نستولى في المعقول وحيدوها حيدوها حيدوها حيدوها. بونجور عليكم خليها الفرنساوي. اهلا وسهلا ومرحبا. الملك عبد الحفيظ سنا واحد الوثيقه ديال الحمايه اللي تعتبر تنازل على الحكم ديال العائله العلويه. القرض العقاري والسياحي سرقت منه 800 مليار سنتيم، القرض الفلاحي 84 مليار، البنك الشعبي 3 ديال الملايير. مساء الخير واهلا وسهلا ومرحبا. عواش مبروكه، بارك سعيد، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه ويستر مولانا باش ما تمليتوا ان شاء الله الرحمن الرحيم. كما عيد الفطر اللي فات عاوتاني في هذا العيد الكبير عاوتاني تنفرحوا بالنهايه ديال ملك ملوك افريقيا اللي زودناه المزبله التاريخ الى غير رجعه. وكنفرحوا عاوتاني باول مره في التاريخ ديال دوله عربيه تتنظم فيها انتخابات شفافه ونزيهه لشهاده المراقبين الدوليين والمنظمات العالميه. في الوقت اللي كان البوليس في تونس تيسهر على تنظيم ديال انتخابات نزيهه بالشهادة ديال المنظمات العالمية ومراقبين دوليين، وشفنا الطوابير والصفوف والملايين المملينة نزلات، وكانت في الأخير تعلنات على أن المشاركة كانت 70%، ماشي بحال المخازنية عندنا حنايا اللي فيديوهات تبين لك مراكز الاقتراع خاوية ودستور العبيد قال لك صوتوا عليه 98، وإلا لكم صوتوا عليه الأشباح. في هذاك الوقت في 23 اكتوبر كما قلنا كان البوليس في تونس تيسهر على التنظيم ديال المواطنين. في هذاك الوقت كان الشبيحه الملكيه في مدينه الرباط كانوا تيتكرفصوا على الناس اللي نزلوا استجابه للدعوه ديال التنسيقيه ديال المعتقلين للدفاع عن المعتقلين الاسلاميين اللي جات تلبيه لحلف الفحول والمجموعة من النداءات اللي كانت من أجل دعم الحقوق ديال المعتقلين السياسيين في المغرب. فالشبيحة الملكية كانت تكرفص على عباد الله وتكرفصت حتى على الناس اللي نزلوا في 20 فبراير في العشية. واللي ميز هاد المسيرة ديال 23 ضد الحقرة وضد ضد الاغتصابات الجنسيه في السجون المغربيه هو الحضور ديال الاخت الزوجه ديال طوني بلير. مره اخرى عاوتاني تنشوفوا القوريات تيجيو عندنا من الخارج باش يدافعوا لنا على الكرامه ديالنا، الكرامه ديال المواطن المغربي اللي يغتصب داخل السجون المغربيه. في الوقت اللي مازال بزاف ديال الناس تيقولوا عاش الملك وعاش الاستبداد وعاش الاغتصاب، ولا كانت الشبيحه الملكيه في المغرب خدامه فحتى خارج المغرب خدامه. في 16 شتنبير 2011 تفاجات مع 5 ديال الصباح بجيش عرمرم من الامنيين الامريكيين تيجيو عندي للدار باش يخبروني بان الطوموبيل ديالي تسرقات من حدا الدار من باب الدار.
لقيناها من بعد اسبوع في مدينه اخرى مشوطه يعني مكشطه. وكنت قلت انا السلطات الامريكيه على ان اللي عندي به الغرض انا في الطوموبيل هو بعض الملفات الشخصيه اللي كانت في واحد الصندوق حديدي في الطوموبيل ديالي. ولكن تفاجئنا فاش لقينا الطوموبيل لقينا الملفات سرقات. من بعد 40 يوم ابى المخزن وابات الشبيحه الملكيه اللي تعمل خارج المغرب الا ان تحتفل بالاربعينيه ديال السرقه ديال الطوموبيل ديالي. وفي 26 من اكتوبر من 2011 تنجي من الخدمه وتنتفاجئ بان الدار محلوله وتسرقت لي الديسك ديال اكسترن وتسرقوا لي بعض الوثائق الشخصيه. عاوتاني جا جيش عرمرم من الامنيين الامريكيين خداو مجموعه من البصمات وقالوا لي بان كاين احتمال ان لقاو بعض البصمات اللي مجهول. فانا كنت فرحان بزاف تنتمنى فعلا ان تكون شي بصمات لقاو شي بصمات اللي مجهول اللي ما كاينش في السيستم هنا ديال الامريكيين، بمعنى شي حد من الشبيحه الملكيه اللي جا يدير مهمه ويرجع في حالته. وفاتح ديال نوينبير في هذا الاسبوع هذا عاوتاني تنتفاجئ بانني ربما مازال ما تاكدناش ولكن ربما انا ممنوع من الوثائق الرسميه المغربيه. وكنعيط للقنصليه في نيويورك، القنصليه المغربيه في نيويورك، باش نتاكد من هذا الخبر لحقاش ما تصوبت ليش واحد الوثيقه فاش تنعرف في التليفون حتى مصلحه من المصالح ديال القنصل نيويورك ما تتجاوب التليفون. واللي بغى يجرب يعاود يجرب، عيطوا في اي وقت من الاسبوع من 9 صباحا حتى لجوج ديال النهار ونهار الجمعه من 9 الصباح حتى لوحده ديال النهار، عيطوا لاي مصلحه من المصالح ديال القنصليه ما غيجاوبكم حتى شي واحد، وكان هذه القنصليه مهجوره او كتخدم عي مع الاشباح اللي صوتوا على دستور العديد. وفي 18 من شهر اكتوبر 2011 عاوتاني كنتفاجئ بالاسم ديالي تيظهر فجاه في واحد الويب سايت اللي مكلف عيب القذف في الاعراض ورمي المحصنات ويعتبر داخل المغرب على انه موقع اباحي ديال الشبيحه الملكيه المكلفه بالضرب تحت الحزام. فتفاجأت بزاف كيما تفاجئوا معايا الناس لسبب بسيط، هو ان الملك في حدود علمي، الله اعلم في حدود علمي انا، ان الملك كان عطى اوامر صارمه بالتوقيع والاحترام ديالي. ولذلك كنا شفنا داك التعتيم الاعلامي على الفيديوهات ديالي، ما تتحطوش في المواقع الالكترونيه، ما تسبني حد، ما تقرب لي حد، عطيني اتساع نزولا عند الاوامر الصارمه والمطاعه ديال الملك. طبعا باستثناء بعض المواقع كالحوار اللي درت في الموقع ديال المغاربيه، الحوار بالفيديو اللي درته في بروكسل مع الموقع ديال من باروكو، وطبعا الموقع ديال هاي بريس اللي تحط لي الفيديوهات ديالي دائما وكنشكرو من هذا الموقع، والموقع ديال هيسبريس اللي كيدير بعض التغطيات الانشطه ديالي لهنا في داخل امريكا ولا في اوروبا. مجرد الظهور ديال الاسم ديالي في هذا الموقع الاباحي ديال الشبيحه الملكيه اللي مكلفه بالضرب تحت الحزام، تيتير بعض التساؤلات. فكاين جوج ديال الاحتمالات، يا اما الملك تراجع على هذا الموقف ديالو وعطى الاوامر ديالو بالهجوم والضرب تحت الحزام للشخص ديالي، يا اما الاحتمال الثاني اللي هو ان هاد الشبيحه هادي بغات تهجم عليا بدون اذن من الملك. في كلا الحالتين، هذه كانت غير الحلقه الاولى ما كان فيها حتى شي هجوم، ولكن انا عارف ومؤكد بانها حلقه اولى. فاش يظهروا الحلقات الجايين غادي نتاكد بان الملك اعطى الضوء الاخضر للشبيحه الملكيه ديالو
باش ضرب تحت الحزام ونبغي عين الشير الملك ونقول له في المدينة ديالو بأنه أوداس الملك أنا راه مجد للضرب تحت الحزام من نهار الأول اللي خرجت للعالم. هاد الشبيحة الملكية المكلفة بالتشويش وتشويه المناضلين، هاد الشبيحة هادي كانت في الأول كتروج على أنه أنا من قيادي كبير في القاعدة وأنا هو المنظر ديال طالبان. من بعد بدأت تتروج على أنه أنا واحد الإنسان ملحد وما تنآمنش بالله سبحانه وتعالى وما تنآمنش بالإسلام. من بعد روجات على أساس أنني سلفي، وأخيرا بدأت تروج على أنه أنا هو الزعيم الروحي ديال جماعة العدو الإحسان. الناس اللي تعرفوني في البالطوك وفي غرف الدرداشة منذ زمن بعيد من 2004، كنت دائما خصوصا في 2006 فاش كنت ندافع على الاضطهاد اللي كانت تمارس على الناشطين ديال جماعة العدو الإحسان، كنت دائما كانوا تيقولوا لي بانك انت كتدافع عليهم اذا انت معاهم. فكنت دائما اقول بان هذا شرف عظيم لا ادعيه وتهمة استحي من نفيها. فانا اصرح رسميا على انني ماشي من القاعدة وماشي من طالبان وماشي سلفي، وهذا شرف لا ادعيه. فكوني كون شي حد مثلا يكون سلفي فهذا ماشي عيب، هذا بالعكس هذا شرف كبير وانا لا ادعي هذا الشرف. وانا ماشي ملحد وانا ماشي من العدل الاحسان، وهذا ايضا شرف عظيم لا ادعيه وتهمة استحي من نفيها، لحقاش ماشي شي تهمة خايبة. شكرا. وانا عارف بان هاد الشبيحة الملكية اللي ربما بين قوسين مازال ما عرفناش تنتأكدوا من بعد، ربما تعطى لها الضوء الأخضر باش تهاجمني وتضرب تحت الحزام، ربما بغا تستعمل واحد جوج ديال الصور اللي عندهم، جالس أنا وهشام المنظري وبعض المميسات وغادي نحطهم مستقبلا ويقولوا شوفوا، يقولوا لعباد الله شوفوا شو الزعيم الروحي ديال جماعة الإحسان، هذا ربي في أمريكان جالس مع هشام المنظري وجالس مع المميسات تضربوا الطاسة. أساليب أكل عليها الدهر وشريب. وأخيرا كنوجه واحد تحية عالية جدا 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 لأسد الدار البيضاء سي هشام الخطابي، ولشاعر الحركة سي يونس بن خديم، وطبعا ما ننسوش زجال الثورة، تحية عالية للجميع. وتحية عالية طبعا ما ننسوش سي حمزة محفوظ، وما ننسوش المناضلين ديالنا كاملين في جميع المدن المغربية. وما يمكنش نساليو هذا الشريط هذا بلا ما نباركو تباركة خصيصا سبيسيال وتحية عالية جدا 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 سبيسيال للسي معاذ الحقد، الصوت الذي زلزل عرش محمد السادس. بلغني من مصادر موثوقة على أنه الشبيحات الملكية بجميع تلاوينها وأنواعها غادا تنزل بكل الثقل ديالها بعد الانتخابات على المناضلين ديال الحركة، وربما يقال داخل أوساط ديال علية القوم
على انه غادي تتم اعتقالات واسعه في صفوف المنر ديال المناضلين ديال حركه 20 فبراير. وكرد فعل على هذا الخبر الصاعقه ف كنرفع واحد النداء لجميع المناضلين داخل المغرب باش نرفع واحد الشعار اللي يعتبر المسمار الذي سيضرب في نعش المخزن كما ضربنا نفس هذا المسمار في نعش المستعمر الفرنسي وهو مسمار لطيف. فالمخزن يندفعنا دفعا لقراءة اللطيف وتنتمنى باش ما تنوض لناش خدوج وينوض لنا ملكار وينوض لنا بعض الأصوات اللي غيبقوا يقولوا لنا ما تستعملوش الدين انهم ضد استعمال الدين في السياسة. فغادي نقول لهم بأن بالدين باش جرينا على المستعمر الفرنسي وبالدين باش غادي نجريو على الأغيلمة أبناء الغلمان. عندي يقين تام بأن هذا النداء هذا غادي يلقى آذان صاغية لا داخل المغرب ولا خارج المغرب. فالمخزن يدفعنا دفعا لقراءة اللطيف وحنا غادي نكونوا في الموعد وغادي نرفعوا اللطيف في جميع المدن المغربية وغنرفعوا اللطيف خارج الوطن لأكيد أن قراءة اللطيف عند المخزن هي آخر حاجة كنت يتوقعها من الحركة ديال 20 فبراير. تحية عالية جدا جدا للأعضاء ديال الائتلاف العالمي لدعم حركة 20 فبراير بالخارج، وأخص بالذكر الدكتور المهندس السي يونس بالمالحة، وأخص بالذكر السي خالد شعو الأستاذ الباحث السي خالد شعو الذي أربك السي حسن أريد في مدينة لاهاي في هولندا. ولا يفوتني أن أشكر المهندس السي طارق المكني الذي أرباك الدكتور السي حسن أريد بسؤال عن المهندس السي أحمد بن الصديق. هادشي وقع في مدينة لاهاي طبعا. فسي حسن أريد وعدنا بأنه غادي فاش غادي يتكلم مع السي أحمد بن الصديق غادي يجاوب على الأسئلة اللي طرحها عليه المهندس السي طارق بن المكني. السي أحمد بن الصديق وجه رسالة مفتوحة السي حسن أريد عبر بعض المواقع الإلكترونية. فأنا من الناس اللي متشوق بزاف باش نسمع الرد ديال إنسان محترم عنده مشروعية، إنسان لبيب، إنسان حكيم. أكيد مادام وعد أنه وخرجت من فمه أنه غادي يجاوب، ف انا مأكد مليون في المئة بانه غادي يجاوب لحقاش الانسان اذا وعد وفى. وزعما السي حسن اريد ما معروفش عليه زعما الكذوب، وزعما السي حسن اريد ما معروفش عليه الكذوب في حدود علمي، فاكيد غادي يجاوب وحنا كننتظروا الجواب ديالو.